قابل جي كاس ايه جمهوريه الكونغو وقدر يفوز الاتحاد 23-22. يعني الملاحظ كده ان الاتحاد في الدور قبل النهائي ودور الثمانيه فايز بفرق هدف واحد. مشاهدينا الكرام، المباراه على وضع الاستعداد، ننزل او نروح لملعب النادي الاهلي صاله الامير عبد الله الفيصل بالقاهره بالجزيره، ونشوف بقى كده ان شاء الله البدايه للاتحاد الليبي. هو اللي معاه رامي الاسلام، لكن ان شاء الله بتكمل كل النادي الاهلي على طول. الاتحاد الليبي يبدا كده قص النبض، الكل بيسلم على بعضه، والتمريرات من الخط الخلفي هات وخد من الاول كده. رقم اتنين يبدا محمد التراوي، هات وخد في النص موجود حسين همان رقم 18 صانع الالعاب لمحمد تاني، هات وخد لاحمد ابراهيم في الخط الخلفي، تمريرات كتير قوي. يبدا يجري من على الدايره، يستلم تاني محمد التراوي، والتصويبه ترجع لكن اللي لمها لسه رقم اتنين محمد، يطلع من على الدايره يلعب الفزاني، لكن ترجع تاني محمد التراوي بيحاول يعدي والتصويبه، لكن هادي رفعت في حراسه المرمى النهارده بادئ بيه كابتن عاصم محمد. ادي التصويبه لكن خارج الملعب، رمية مرمى ولا اتحسبت فاول؟ ولا اتحسبت فاول ليه؟ اتحاد ليبيا على طول يبدا حسين امام صانع الالعاب، هات وخد يجري من على الجناح كده، يستلم يعدي تاني رقم 19 عمور عز الدين، توصل لاحمد ابراهيم على الدايره بيصوب، ورميه مرمى، رميه مرمى اهلاويه اتلعبت على طول. ابراهيم المصري عدى كورته لاسلام حسن، يوصل للجناح عند بكار، يقف على كورته بكار ويستنى اسلام حسن على مهله، هات وخد على طول يطلع عند احمد حسام، ينزل كده في الهجوم رقم 90 عمر حجاج، احمد حسام في الباك اليمين، عمر حجاج في الشمال، اسلام حسن في النص على الدائره، محمد ابراهيم في الجناح، بكار تاني يجري، عمر حجاج توصل لميدو يسقط لكن مقطوعه من اتحاد ليبيا. على طول الكرة اتلعبت، عدى نص الملعب يحاول يعدي كده ويخترق الدفاعات، لكن رمية مرمى للاهلي اتلعبت سريعه فاست بريك، ما شفناش الكرة. حلو بكار هدف، حلو بكار وهدف، بكار 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 اول اهداف النادي الاهلي فاست بريك من هادي رفعت، على طول بكار يسجل، بكار يسجل اول اهداف الاهلي. واحد الاهلي لا شيء، اتحاد ليبيا لسه الهجمه لاتحاد ليبيا، احمد ابراهيم المحترف من سموحه طلع كورته في النص عند صانع الالعاب حسين همام لمحمد التراوي، هات وخد همام لاحمد ابراهيم تاني، تعدي الجري من الكوره، سليمو استلام قطع من بره كويس قوي، توصل عند 66 ربيع الحور والاهلي، والمرتده الثانيه وبكار يسجل، بكار المرتده الثانيه لبكار، الفاست بريك سريع اهو لبكار، ويا بكار يا بكار يا بكار، هدف ثاني اهلاوي 2 لا شيء. على طول الحور يستلم في الجناح اليمين ربيع الحور، التمريرات من بره كتير، توصل لاحمد ابراهيم في الباك الشمال تاني على طول، طلع ليه الاتراوي محمد من على الدايره، يطلع للسلم الفزاني، ولسه القور بيحاول يعدي احمد ابراهيم، ترجع تاني للاتراوي تصويبه، لكن هادي رفعت، هادي رفعت، تبقى الهجمه اهلاويه. على طول يستلم اسلام حسن على مهله، اسلام يطلع لهادي رفعت، اسلام حسن تاني، عمر حجاج توصل ليه احمد حسام ميدو، يطلع بكار يستلم، واربعة اتنين على الدايرة، وحجاج يصوب ويسجل، يصوب ويسجل هدف ثالث، عمر حجاج اول تصويبات عمر حجاج، هدف ثالث للنادي الاهلي، ايه الهدف الثالث الاهلاوي، ثلاثة لا شيء. اتحاد ليبيا الاهلي المصري نهائي بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس رقم 34، تمريرات من الخط الخلفي على مهله،
يحاول يفتح كده ثغره من ثغرات الاهلي، لكن هات الاهلي واقف بين مرصاد. على طول الكره بتطلع لاحمد ابراهيم، توصل للتزاوي، يحاول يعدي محمد، لكن ترجع تاني لاحمد ابراهيم، يحاول يصعد تاني لمحمد الاسراوي، هات وخد. احمد ابراهيم يحاول يصعد تاني في الجناح، لكن مقفول عليه كويس قوي. برافو يا اولاد. وادي كابتن عاصم حماد بيسقف للاعيبته. قلت لحضراتكم الدفاع الاهلاوي قافل كويس قوي، بيحاول ياخد الحور من الجناح، لكن يدوس على الخط برمية مرمى اهلاويه. على مهلك يا هادي. هادي رفعت يطلع على طول ابراهيم المصري، وينزل عمر حجاج، لكن حتى الان الاهلي بيفرض سيطرته على اللقاء. عمر حجاج تبديل في الاماكن معاه. على طول اسلام حسن يطلع من على الدايره، محمد ابراهيم توصل ليه على الجناح. على طول محمود فايز نعيم اللي بيسقط على الدايره لمحمد ابراهيم، ياخد فاول، ياخد فاول محمد ابراهيم. وادي طبعا كابتن عاصم حماد على طول في الصوره. عمر حجاج يطلع لمحمد ابراهيم، يجري يستلم محمود فايز نعيم ويكمل ويطلع على طول تحت لحجاج. حجاج يقف على كورته، يطلع الاسلام والتصويبه، لكن يشيلها حارس المرمى عبد الملك الاحرش رقم واحد. تبقى الهجمه لاتحاد ليبيا، يعدي نص الملعب، يكمل كده من الجناح، لكن يقف تاني على كورته احمد ابراهيم لصانع الالعاب حسين همام. تمريرات من الخط الخلفي، هات وخد لاتحاد ليبيا، توصل عند محمد الاسراوي الباك اليمين، احمد ابراهيم باك الشمال. لسه التمريرات، يحاول كده سقط للفزاني، لكن يجي محمد ابراهيم يصوب، لكن والله على طول هادي 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 هادي، والباص برجل سريع النبادي على طول يخش، والله على طول يخش، والله محمود فايز نعيم ويسجل. الله عليك يا هادي، الله عليك يا محمود يا فايز يا نعيم. على طول الفاست بريك الثالث في اللقاء، اربع اهداف، ثلاثه فاست بريك. يلا يا اولاد، هدف مسجله حتى الان عمر حجاج، وهدفين لحماصه، وهدف لمحمود فايز نعيم. لسه الهجمه، يحاول يصوب لكن خارج الملعب، رميه مرمى، حاسبه فاول على الاهلي رقم 66 ربيع الحور. فاول ناحيه الباك اليمين، على طول يطلع لمحمد الاتراوي عارف النص، صانع الالعاب حسين همام. تغيير في مراكز اللاعبين، والدقيقه السابعه مشاهدينا الكرام، والتصويبه ومعاها هادي، لكن يلمها والله من الجناح وللاهلي، وسريعه جدا لكن ما يقدرش يستلم، ما استلمش. تبقى الهجمه تاني للاتحاد ليبيا، عدى نص الملعب، يقابله الدفاع الاهلاوي تاني، يحاول محمد ابراهيم، لكن هادي رفعت يشيل فاول، رميه من بره 9 امتار، رميه حره لاتحاد ليبيا. بيتفق الفزاني كده على حاجه هيعملها مع صانع الالعاب حسين همام، تغيير في مراكز اللاعبين، جاري من غير كوره، تسليم واستلام لاتحاد ليبيا، يحاول كده همام يعدي، ترجع تاني للاسراوي، تصويبه لكن في العارضه، وترجع تاني ويسجل من الجناح الحور، ويسجل من الجناح الحور رقم 66 ربيع الحور، بيسجل اول اهداف ليبيا من الجناح اليمين. واحد اتحاد ليبيا، اربعه ايه الاهلي. عمر حجاج ميدو، عمر حجاج تاني، هات وخد مع اسلام حسن. تمريرات من الخط الخلفي، توصل على طول لمحمد ابراهيم على الدايره، يحاول يعدي ميدو لاسلام، هيعدي هيسجل، هيسجل هدف خامس، هيعدي والله ميدو، والله ميدو احمد حسام اهو، اداها على طول لاسلام حسن، ويعدي اسلام حسن ويسجل، ويعدي اسلام حسن ويسجل الهدف للنادي الاهلي. لسه الهجمه لاتحاد ليبيا على مهله، واضح قوي قوه النادي الاهلي، وادي الجمهور الكبير اللي موجود في صاله الامير عبد الله القيصر، تشجيع مستمر لا ينتهي. لسه الهجمه،
تاني يحاول يعدي الحور يشوط لكن ترجع تاني لمحمد الاتراوي للحور اللي بيحاول يعدي لكن دفاع الاهلي لمها ترجع تاني الحور واحد داير الفزاني لكن فاول ورميه حره فاول ورميه حره رميه حره لاتحاد ليبيا على طول يطلع احمد ابراهيم يحاول يعدي كان مقفول عليه من المصري ياخد فاول ياخد فاول وادي جمهور الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم مالي الصاله رغم النهارده كان في كوره الا ان الجمهور برضو قدر ان هو يتواجد في صاله الامير عبد الله الفيصل وتصويبه من رقم 2 محمد الاسراوي الباك اليمين ويسجل تاني اهداف اتحاد ليبيا ترجع الهجمه الاهلاويه اسلام حسن ورميه مرمى رميه مرمى يطالب اسلام برميه جزائيه لكن الحكم بيقول له مفيش حاجه وعلى طول معانا جمهور النادي الاهلي اتحاد ليبيا على طول لسه بيعدي نص الملعب اتنقل محمد ابراهيم كسرنا العاب هاكو خد من الخط الخلفي محمد الاتراوي ليه احمد ابراهيم تغيير في مراكز اللاعبين واربعه اتنين على الدايره يبقى في تصويب من بره يقابله على طول والله محمود فاز نعيم والتاني يحاول يعدي لكن مقطوعه من الاهلي والفاست بريك سريع وبكريع يلا 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 بكار يلا بكار يلا بكار ايه الهدف الساتر ادي بكار بياخد كوره ويجري ويسجل الهدف الساتر 6 الاهلي 2 اتحاد ليبيا 6-2 على مهله اتحاد ليبيا عارف طبعا قوه وخطوره الاهلي مش قادر يجاريه في اللعب السريع بتاعه تاني التمريرات من الخط الخلفي على طول حسين همام وقطع كويس قوي من اتحاد ليبيا توصل للحور يحاول يسجل لكن يقابله البلوك من ابراهيم المصري ادي الحور اهو يحاول كده لكن ابراهيم المصري هو محمد ابراهيم بيقابله تاني بيحاول يخطف احمد ابراهيم لاعب اتحاد ليبيا ويخش ويشوط لكن يلمها تاني الاهلي فاول ورميه حره على الاهلي زي ما قلت لحضراتكم جمهور الاهلي النهارده متواجد في صاله الامير عبد الله الفيصل على الرغم ان كان في النهارده مباراه لكره القدم لكن هو ده الاهلي في المواقف الصعبه يتواجد الجمهور اينما كان ولسه رميه حره تتلعب على طول اتلعبت اتحاد ليبيا يحاول يطلع لاحمد ابراهيم والاسراوي محمد الاسراوي يحاول يعدي ترجع تاني في النص والتصويبه لكن هادي 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 رفعت بالمرصاد يصد ويطلع كورته لابراهيم المصري اللي هيخرج وينزل حجاج وادي مدرب نادي اتحاد ليبيا معز بن محفوظ واضح قوي التعبيرات بتاعت وشه والمباراه ازاي ماشيه حجاج في النص اسلام حسن في الباك الشمال حسام في الباك اليمين احمد حسام ميدو يطلع من على الدايره يستلم محمد ابراهيم لميدو ليه اسلام هيحاول يعدي يعدي يصوب يسجل يعدي ويصوب ويسجل يعدي اسلام حسن الهدف السابع اهو اتعدى خلاص بقى لازم يجيب حارس المرمى حارس المرمى 7-2 للاهلي يبدا ينزل تقريبا حماسه تاني هنشوف ونتابع مع حضراتكم كابتن عاصم حماد بينزل اللاعبين على فترات عشان المجهود البدني بتاعهم وحماسه راجع من اصابه هو وعمر حجاج اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله النهارده لسه الهجمه اتحاد ليبيا توصل لمحمد الاتراوي يحاول يعدي لكن على طول توصل لامام الاتراوي ده للجناح لحور الحور الله يا هادي الله يا هادي 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 خد التمريره من الحور وهو داخل خد التصويره بتاعت الحور وهو داخل يبقى لسه الفارق 5-7-2 يطلع المصري وينزل عمر حجاج اعتقد كده هيطلع ميدو وهينزل اهو حماصه حماصه باك اليمين عمر حجاج في الشمال في النص اسلام حسن في جري من غير كوره
يطلع محمد ابراهيم لحجاج والتصويبه، لكن في فاول ورمي حره، فاول ورمي حره للاهلي. قادر الارتفاع العالي وحجاج بيطلع لكن ياخد فاول حجاج. محمد ابراهيم على التنفيذ، اسلام حسن بكار جاري من غير كوره واربعه اتنين على الدايره، توصل ليه اسلام ليه بكار تاني، يبدا كده تحجيز من على الدايره والتصويبه والعارضه، والعارضه تشيلها، والعارضه تشيلها. يطلع على طول عبد الملك الاحرش يلعب، ادي التصويبه الهايله من عمر حجاج على طول. اتحاد ليبيا تمريرات بالعرض، حسين همام، محمد الاتراوي، هات وخد من الخط الخلفي لاحمد ابراهيم، بيحاول يعدي تاني يطلع من الجناح يستلم ليه الاتراوي، التصويبه وهادي، ولكن ارتد تاني من على الدايره ورمية مرمى وفاست بريك سريع. يا ترى مين جري؟ يا ترى مين جري؟ الصفاره طلعت، هيعيد اللعبه من تاني. كان فرصه تسجيل الهدف الثامن للاهلي. ترجع تاني رمية المرمى، اعتقد في دقيقتين ولا ايه؟ فعلا في دقيقتين على لاعب اتحاد ليبيا رقم 30 محمد معز، ما شفناش عمل ايه لكن واخد دقيقتين الراجل. اتحاد ليبيا بيلعب ناقص خمس افراد، يستطيع الاهلي تعزيز الاهداف على طول. الكوره اسلام ويعدي، لكن فاول برميه حره تاني، فاول برميه حره. معدي اسلام كويس قوي في كده، الحكمين بيتفقوا على حاجه الاثنين. ادي اسلام كان معدي، المفروض ان يدفع من جوه، كان هو حاسبها ايه؟ تاني الكوره اتنقلت لاتحاد ليبيا، نزل باجيو جنب المصري عشان يقفل التصويبات اللي من بره او الاختراقات بتاعت محمد الاسراوي رقم 2 اللي في الصوره قدام حضراتكم اللي معاه الكوره دلوقتي. وهات وخد للحر في الجناح، ترجع تاني لهمام في النص لاحمد ابراهيم للاسراوي. احمد ابراهيم يحاول يصوب لكن على طول المصري قافل، يا ابراهيم المصري قافل. ادي احمد ابراهيم لاعب نادي سموحه واللي بيلعب النهارده مع اتحاد ليبيا. تاني التمريرات من الخط الخلفي، هات وخد همام اسراوي محمد لهمام تاني لاحمد ابراهيم للاسراوي، هيحاول يشوط، ترجع تاني لاحمد ابراهيم، تغيير في مراكز لاعبي نادي اتحاد ليبيا وتصويبه وهدف. احمد ابراهيم بيصوب لكن عايزين نشوف بقى الكوره اتحسبت ايه. ادي هي التصويبه من تحت والهدف الثالث. ايه الهدف الثالث؟ 7-3 وفي وقت مستقطع، مش عارفين بقى الوقت المستقطع ده اتطلب قبل الفاول ولا لا، لكن هنا في كابتن عاصم برضو حماد ممكن يكون بعد الهدف طلب وقت مستقطع. وحتى الان 7-3، وادي الكوره لبكار السريعه جدا الفاست بريك. ادي اهداف النادي الاهلي، تصويبات عمر حجاج، وادي الجمهور اللي بيملا، وادي الكل اللي بيقول يا رب. 7-2 يبقى الهدف ما اتحسبش زي ما توقعنا، 7-2 يبقى هو كان طالب تايم اوت المدير الفني ليه؟ الدقيقه 18 دلوقتي، يبقى كده المدير الفني لاتحاد ليبيا هو اللي كان طالب الوقت المستقطع، عشان كده الوقت الهدف ما اتحسبش. 7-2 وتاني الهجمه لاتحاد ليبيا، الاسراوي حاول يسقط للحور اللي بيشيلها هادي، الله عليك يا هادي، الله عليك يا هادي، والمرتده سريعه والعارضه، العارضه يا بكار، معلش العارضه يا بكار. اتنقلت الهجمه لاتحاد ليبيا، اتنقلت الهجمه لاتحاد ليبيا، يطلع بكار وينزل باجيو
لسه التمريرات الاسراوي محمد في النص، همام لمحمد الاسراوي لحسين همام، هات وخد من الخط الخلفي، احمد ابراهيم يستلم تاني ينقل، ترجع من على الدايره الفزان يطلع يستلم والخور وجري من الكوره لاحمد ابراهيم يحاول يعدي، يقابله المصري، يقابله ابراهيم المصري على طول. قلت لحضراتكم دفاع الاهلي مش صعب، من الصعب ان انت تخترقه. تاني الكوره النص مقفوله، لكن التصويبه ومعاها هادي رفعت، ومعاها هادي رفعت، وعلى طول اطول من اللازم على بكار، اطول من اللازم، معلش اتنقلت الهجمه على طول لاتحاد ليبيا. همام حسين همام رقم اتنين، نخلي بالنا منه، التصويبات عن طريقه هو احمد ابراهيم رقم خمسه، الباكين الخط الخلفي الاثنين على طول، هات وخد من الخط الخلفي، محمد الاسرعوي لحسين همام يحاول يعدي، لكن يقابله ابراهيم المصري، يقابله ابراهيم المصري، وحش الدفاع هو باجيو يمنع الدخول من النص، يطلع الفزاني يلعب تاني، محمد ابراهيم يقابل بقى كده باجيو من بره على طول، ابراهيم المصري ياخد فاول لاتحاد ليبيا، الفزاني يطلع يلعب، يبدا كده الاهلي يقابل من بره اهو، ادي على طول ما بيستناش، بيقابل احمد ابراهيم من بره، كان في شرط اللعب السلبي والفاول على الاهلي، هيقابل احمد ابراهيم، التصويبه فين، لكن ترجع تاني للحور، يحاول يعدي لكن على طول يقابله باجيو. قلت لحضراتكم النص مقفول للاهلي، النص مقفول للاهلي، وادي التصويبه لكن على طول، والله هادي رفعت، هادي 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 كلمه السر النهارده، هادي رفعت، هادي التصويبه من احمد ابراهيم، لكن على طول هادي رفعت يشيل، وسبعه اتنين للاهلي، وجمهور الاهلي العظيم اللي موجود، واعتقد في وقت مستقطع طلبوا كابتن عاصم حماد يبدا يتكلم مع الفرقه، كان في كده استعجال فبيحاول يهدي فرقته، المباراه ماشيه زي ما هو عايز، فارق خمس اهداف، وادي جمهور الاهلي صغير وكبير موجود داخل صاله الامير عبد الله الفيصل بالقاهره، كل مستمتع بنهائي افريقيا العرس الافريقي للانديه ابطال الكؤوس رقم 34 اللي بيختتم النهارده فعالياته بلقاء الاهلي والاتحاد الليبي، وادي الهجمات المرتده اللي سجلها بكار واسلام حسن والاختراقات، لسه الهجمه واعتقد انتهى الوقت المستقطع، هننزل بقى ملعب المباراه ونشوف كابتن عاصم محمد قال لهم ايه، على طول عمر حجاج، اسلام حسن، هات وخد مع حماصه، جاري من غير كوره الحجاج لحماصه يستلم لاسلام يعدي، ترجع تاني والتصويبه والهدف، التصويبه والهدف عن طريق عمر حجاج، عمر حجاج بيصوب ويسجل على طول من الباك الشمال والباك اليمين، ما فيش مكان لعمر حجاج. وصلنا للدقيقة 21، التقدم ما زال أهلاوي 8-2، هات وخد من الخط الخلف اتحاد ليبيا، تاني التمريرات توصل لهمام على الدائرة الفزاني، لكن يقطعها على طول الأهلي، على طول يلعب محمد إبراهيم، طلع ليه حماصة يستلم، ياخد كورته من محمود فايز نعيم على مهله، محمود فايز نعيم لحماصة، توصل لإسلام، إسلام حسن لحماصة لمحمد إبراهيم، هات وخد التمريرات من الخط الخلفي، محمود فايز نعيم، إسلام حسن، ترجع تاني لحماصة، لإسلام هات وخد، يطلع محمود فايز على الدايرة، يبقى 4-2، يفضى مكان، والله كان هايلة، كان داخل كده من الجناح حماصة، لكن خارج الملعب رمية مرمى، اتلعبت على طول اتحاد ليبيا، يحاول يقابل
وتصويبه لكن خارج الملعب، وهنا معاه صفاره ورميه جزائيه. الرميه الجزائيه الاولى في المباراه، اعتقد كده بنلعب في الدقيقه 22 وشويه، يعني تقريبا الدقيقه 23، واول رميه جزائيه في اللقاء. على طول نازل محمد عصام، اكيد هيقابله احمد ابراهيم وهو المتخصص في الرميات الجزائيه، ولا مين الحور اللي داخل 66 ربيع الحور ربيع، ويسجل هدف الثالث. 3 اتحاد ليبيا، 5 الاهلي المصري، 8 اتحاد، 8 الاهلي المصري، 3 اتحاد ليبيا، فرق 5 اهداف. على طول تغيير في مراكز اللاعبين، توصل لمحمد ابراهيم يستلم وهو بيجري، حماص لكن ترجع تاني لاسلام، يحاول يطلع لحماص، واربعة اتنين على الدايرة، بيقطع كده محمود فايز نعيم ومحمد ابراهيم، الاتنين بيقطعوا على الدايرة عشان تتنقل الهجوم لاربعة اتنين. توصل تاني لحماصة يشوط لكن في العارضة، في العارضة، ويلمها اتحاد ليبيا، يقف على كورته الحور وياخد فاول تكتيك، وفيها دقيقتين على لاعب الاهلي، نقص عدد نتيجة الفاول اللي عمله. لكن والله انا شايف الاهلي كامل العدد وهو في الملعب، ولسه الهجمه لاتحاد ليبيا. ربيع الحور يستلم تاني التمريرات من الخط الخلفي، هات وخد، يحاول يعدي للحور لحسين همام اللي يحاول يصوب، لكن ترجع تاني ربيع الحور، واربعة اتنين على الدايرة ايضا من اتحاد ليبيا لكن مقفولة، يشيلها محمد يشيلها هادي رفعت، لكن في فاول، رمية حرة لاتحاد ليبيا، النص مقفول تماما. كان موجود كده محمود عبد الملاك رقم 93 دلوقتي على الدايرة، يبقى كده الفزاني بره في التشكيلة، رجع الفزاني تاني على الدايرة رقم 11 اهو، لسه الحور ربيع يطلع على طول كورته، تمريرات من الخط الخلفي، هيستلم ربيع، تصويبه، تصويبه وهدف، تصويبه وهدف لاتحاد ليبيا. ايه الهدف الرابع؟ 8-4 وادي التصويبه من رقم 30 محمد معز، وادي هادي رفعت طبعا بيتكلم مع الفرقه، يطلع يلعب اتحاد ليبيا 5-1، بيطلع دفاع على اسلام حسن، يستلم بكر، بكر يطلع على طول الكوره سريعه لمحمود فايز نعيم، العب اسلام اللي بيكمل، لكن والله بيشيلها حارس المرمى، بيشيلها حارس المرمى، تبقى الهجمه لاتحاد ليبيا، عدى نص الملعب سريع، يحاول يطلع الحور، يصوب الحور، لكن على طول هادي رفعت يشيلها، ويلعب المرتد البكار، وبكار يسجل، والمرتد البكار، الفاست بريك، سلاح الاهلي النهارده، في النهائي حتى الان، السلاح الذي لا يهدأ، لعيبه الاهلي والفاست بريك، 9-4 يرجع الفرق تاني، 5 اهداف للاهلي، 5 اهلاويه زيادة على اتحاد ليبيا، 9-4 هجمة لاتحاد ليبيا، يحاول يعدي، ترجع لمحمد الازراوي، صعد في الجناح، يحاول يخش وفي العارضة وبره، وبره في العارضة وبره، وعلى طول ياخدها الاهلي، اسلام حسن على طول، عمر حجاج، حمصة، محمود فايز نعيم، تمريرات بالعرض وتغيير في المراكز، محمد ابراهيم على الدايره، اسلام حجج تاني، هات وخد من الخط الخلفي، يستلم اسلام، سقط لمحمد ابراهيم على الدايره، ويسجل، ويسجل محمد ابراهيم من على الدايره الهدف العاشر، 10-4 ادي اسلام بيسقط كوره هايله لمحمد ابراهيم اللي بياخد ويلف ويسجل،
10-4. الهجوم الاهلاوي يكتسح، الهجوم الاهلاوي يقترب من حمل الكاس للمرة الثانية على التوالي. على طول الكرة مع اتحاد ليبيا، تمريرات بالعرض حسين همام، هات وخد. والله انا شايف محمد معز كمان موجود في الملعب يحاول يعدي، لكن يقابله ابراهيم المصري يمنع. فعلا رقم 30 هو زي ما قلت لحضراتكم محمد معز، يحاول يخش لكن والله ابراهيم المصري منع هو باجيو اي تدخل من النص. ترجع تاني الهجمه لاتحاد ليبيا، هيجري من غير كوره، يقابل يستلم محمد النسراوي، كان يحاول يعدي لكن يقابله الدفاع الاهلاوي، باجيو يمنع، يمنع عمرو الايوبي اهو ادي في الصوره قدام حضراتكم، يمنع على طول الاسراوي ان هو يعدي. لكن ترجع تاني للاسراوي، حاول تاني يخطف كره و محمد معز يكمل بكورت، لكن ياخد فاول محمد معز وديتين. اول نقص عددي اهو لعمرو الايوبي. 10-4 هجمة اتحاد ليبيا، هات وخد من الخط الخلفي، تمريرات، رجع تاني في النص حسين همام، تغيير في مراكز اللاعبين. الاتراوي يستلم ويحاول يعدي، لكن ترجع تاني فاول ورمية حرة لاتحاد ليبيا. على الدايرة موجود عبد الرحيم بن عبد، يبقى كده موجود بره غير الفزاني، والله الفزاني موجود بره رقم 11. يبقى كده تشكيلات اتحاد ليبيا بيغير لاعبيه على طول باستمرار، بيحاول اللي هو يعمل الزياده بتاعته عن طريق التبديلات. موجود في النص رقم 30 محمد معز، في الباك اليمين دلوقتي اهو موجود عبد الرحيم بن عبد رقم 95. كنت ترجع تاني على الدايره مقطوعه للاهلي، وهو الجون بكار 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 يسجل، بكار يسجل المرتدة السريعة لبكار عمر الوكيل. ادي بكار يسجل الهدف ال11 مستريح، حراسة المرمى موجود ربيع بمرجيل دلوقتي رقم 12 اتحاد ليبيا. قلت لحضراتكم المدير الفني بيغير لاعبيه اول باول، وادي اول ظهور لعمور عز الدين في الباك اليمين رقم 19. الحورف في الشمال يغير مكانه يجي في الباك اليمين، لكن في صفارة هنشوفها ايه اللي حصل في صفارة كده وكلام مع الحكام، لكن لسه هنشوف اللقاء ماشي ازاي. انا شايف الحكم مطلع دقيقتين لمين مش عارفين، لمحمد ليه حماصة ولا مين، انا شايف دقيقتين خارج حماصة دقيقتين. كده الاهلي يلعب ناقص تاني، موجودون اربعه في الملعب، لسه في اتنين بره لكن هنكمل واحد دلوقتي. تاني التمريرات من بره الخط الخلفي، عموره يحاول يعدي ساقط للجناح لكن بره الملعب، رميه مرمى، رميه مرمى اهلاويه. عبد الرحيم راجع قدام حضراتكم في الصوره، اتلعبت على طول لهادي اسلام على ماله خالص، يبدا يطلع دفاع على اسلام من بره. في اتنين موجودين خارج الملعب دلوقتي، كامل واحد اهو، حجاج نزل، كان عندنا استبعاد لعمرو الايوبي وحماصه والتسجيل على طول، لكن خارج الملعب رميه مرمى، تصويبه من محمود فاز نعيم. لسه الهجمه عموره اتحاد ليبيا، لكن اربع خطوات تبقى الهجمه اهلاويه. ابراهيم المصري على مهله، هيطلع وينزل عمر حجاج، اسلام حسن، وادي مدرب اتحاد ليبيا مش عاجب، مش عاجبه القرار، لكن الهجمه لسه اهلاويه. تمريرات من الخط الخلفي، محمود فاز نعيم، اسلام حسن، عمر حجاج، تاني محمد ابراهيم يجري، تقاطع كده من الخط الخلفي، توصل لبكار لاسلام، هات وخد على الدايره محمد ابراهيم، واحنا ناقصين بنسجل
الهدف ال 12 الهدف ال 12 عن طريق محمد ابراهيم على طول بياخد تمريره ولا اروع من محمود فايز نعيم يسجل وهدف سريع جدا من على الدايره. وبينتهي مشاهدينا الكرام الشوط الاول بتقدم الاهلي 12-4. واستسمحكم في فاصل صغير ونعود بعدها لاحداث الشوط الثاني فالى هناك. ليبيا على التنفيذ اسلام حسن. البدايه اهلاويه ربيع مرجين وبدات المباراه مشاهدينا الكرام. هجمه اهلاويه اولى على طول تمريرات من خط الخلف. اسلام حسن يمرر على طول. نزل اول تغيير في الاهلي احمد عبد الرحمن على الدايره. اسلام حسن على طول حماصه لاسلام لاحمد ابراهيم. طلع على طول احمد عبد الرحمن ترجع تاني لحماصه لاسلام حسن. ساط للجناح يخش يشيل حارس المرمى كان محمود فاز نعيم داخل. ادي محمود فاز نعيم لكن حارس المرمى والعارضه ربيع مرجل. تبقى الهجمه لاتحاد ليبيا. احمد ابراهيم المحترف من سموحه في اتحاد ليبيا. في النص موجود حسين همام. باك اليمين موجود محمد الاتراوي. تاني احمد ابراهيم يستلم يحاول يصوب لكن ترجع تاني ل 66 الجناح ربيع الحور والتصويبه تنشيلها الدفاع الاهلاوي. تبقى الهجمه الاهلاويه على طول يكمل باجيو. طلع كورته لابراهيم المصري ويطلعوا هما الاثنين باجيو وابراهيم المصري وينزل اسلام حسن وحماصه. تبديل في مراكز اللاعبين للاهلي. اسلام كده هيعملها. طلع لاسلام تصويبه وهدف. تصويبه وهدف عن طريق رقم 7 مصطفى خليل. واول ظهور لمصطفى خليل في الشوط الثاني. اول ظهور لمصطفى خليل. 13-4 الدقيقه الثانيه من زمن اللقاء. على طول الكره بتتلعب تمريرات بعرض الملعب. هات وخد من الخط الخلفي. احمد ابراهيم طلع كورته عند حسين همام. لا احمد ابراهيم تبديل في المراكز. طلع تاني للحور يحاول يعدي ترجع تاني لهمام. تمريرات كتير قوي تغيير في المراكز. اتحاد ليبيا يرجع تاني همام يحاول يسقط على الدايره لكن مقطوعه من ابراهيم المصري وطويله على طول عند محمود فايز نعيم. والعارضه تمنع الهدف. والعارضه تمنع الهدف ومعاها دقيقتين. دقيقتين لرقم 30 محمد معز. ادي اهو داخل محمود فايز نعيم ومعدي الراجل. ومعدي الراجل. وادي رميه جزائيه والدقيقتين على طول ليه؟ رقم 30 محمد معز. ينزل بقى عصام الشافطي حارس المرمى. مواجهه مع عبد الوارث. مواجهه فرديه عبد الوارث والشافطي. احمد ابراهيم بيروح يعاكس كده. طبعا الاثنين زمايل. بيعاكس عبد الوارث. عبد الوارث يسجل عبد الوارث الهدف ال 14. 14-4. 14-4 الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني. تمريرات بعرض الملعب لسه. وادي الجمهور المتحمس داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل. على مهله في النص صانع لعب حسين همام. توصل في الباك اليمين عند محمد الاتراوي. جاري من غير كوره الفزاني يستلم يطلع تاني لاحمد ابراهيم. يقابله دفاع من بره. تاني يحاول يعدي ويكمل لكن ياخد فاول. فاول ورميه حره. وعلى الارض لاعب اتحاد ليبيا ربيع الحور رقم 66 ربيع. اهو في الصوره قدام حضراتكم تاني. لسه كورة لاتحاد ليبيا ولسه ما امشي ربيع الحور ان شاء الله يقوم بالسلامة.
وادي جمهور الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، يمكن النهارده عشان لقاء الكوره الاهلي وبتروجيت اللي قدر الاهلي فيه يفوز بنتيجه 2-1. وادي قامل حورة اهو، وادي الجمهور الاهلي المتواجد في الصاله. قام سليم اهو الحمد لله مفيش حاجه. وادي الجمهور اللي بدا يزيد شويه، ورمية حرة لاتحاد ليبيا اتلعبت على طول. هاتوا خط من الخط الخلفي، حسين همام على مهله للفزاني، ترجع تاني لاحمد ابراهيم. هاتوا خد يحاول يعدي، لكن لسه الدفاع مقفول. احمد ابراهيم ترجع تاني لهمام، يجري من على الدايرة الفزاني يستلم، ترجع تاني لاحمد اللي بيحاول يعدي لكن ترجع تاني. القفل النص مقفول كويس قوي من لاعيب النادي الاهلي، لكن في صفاره وفاول، صفاره وفاول لاتحاد ليبيا وشرط اللعب السلبي. هيبقى هصوب كده احمد ابراهيم، سقط على الدايره لكن مقطوعه من الاهلي ابراهيم المصري. طلع على طول كورته لهادي رفعت، اسلام حسن، اسلام حماصه، اسلام يطلع على طول لحماصه تاني، ارتقاء عالي، اسلام هدف، الهدف ال15، اسلام والهدف ال15. ادي حماصه هو بيدي الاسلام، يستلم اسلام ويعدي ويسجل 15-4. واقع الفزاني على الارض، ان شاء الله يكون سليم. يمكن كده لعبت اتحاد ليبيا. ادي الفزاني اهو في الصوره، مروان الفزاني، ان شاء الله يكون سليم ويقوم ويكمل مع فرقتك. سلامات يا مروان، اشقائنا الليبيين المتواجدين على ارض الكنانه مصر، نتمنى لهم طبعا التوفيق في كل مره، لكن قدام الاهلي صعب ان احنا طبعا نتمنى التوفيق لحد. خرج الفزان اهو، ان شاء الله يكون سليم ونطمن عليه. وادي هدف بتاع اسلام حسن، لسه اللعب متوقف. وادي حوار بقى بين الثنائي ناصر العجمي ومعز بن محفوظ، ترى بيتفقوا على ايه الاثنين؟ شايفين قوه وخطوره النادي الاهلي. رجعنا للمباراه تاني، هاتوا خد من الخط الخلفي، تمرير واستلام، يحاول كده على مهله بقى يطول زمن الهجوه اتحاد ليبيا. احمد ابراهيم طلع الكرة على طول عند محمد معز، ترجع تاني لمحمد الأطراوي، ترجع صانع الألعاب ولا 19 عمورة عز الدين دلوقتي. أدي عمورة عز الدين يحاول يصوب، يسجل عمورة، يسجل عمورة، عمورة عز الدين بيسجل الهدف الخامس لاتحاد ليبيا 15-5. هجمة أهلاوية على طول، محمود فايز نعيم، اسلام حسن حماصه، التمريرات من الخط الخلفي، يطلع على طول لحماصه يكمل على طول والله مصطفى خليل، لكن فاول ورميه حره، فاول ورميه حره للاهلي. في مشاوره كده الاثنين الحكام، هيشوف بقى هنا حاسبين ايه. وده طبعا كارت احمر، كارت احمر لمين؟ هنشوف بقى كارت احمر لمين. اديها ست حتى الان، هنشوف كارت احمر كده لمين من اتحاد ليبيا. ممكن اعتقد احمد ابراهيم. قام الحمد لله سليم مصطفى خليل. هنشوف كده فعلا احمد ابراهيم، كارت احمر استبعاد لاحمد ابراهيم لاعب اتحاد ليبيا. ما زالت الهجمه اهلاويه، نلعب في الدقيقه السادسه، تمريرات بالخط الخلفي، هات وخد، توصل ليه اسلام، ليه مصطفى خليل تاني للجناح، يدخل على طول، يسجل، يسجل محمود فايز نعيم من الجناح الهدف 16
ايه الهدف؟ 16 للاهلي، 16-5، يمكن حتى الدقيقة السابعة دلوقتي، هدف واحد لاتحاد ليبيا، احنا مسجلين 4 اهداف. يلا يا اولاد، تمريرات تاني من الخط الخلفي، طلع كده من على الدايرة، عبد الرحيم يستلم، ترجع على طول ل 30 محمد معز، وجاري من غير كورة، وتقاطع من اتحاد ليبيا، يحاولوا يعملوا سلسلة لخلخلة الدفاع الاهلاوي، لكن ياخد فاول ورمية حرة، يطلع على طول عبد الرحيم بن عباد يلعب، توصل الكورة على طول، هات وخد لعمورة على الدايرة، حاول يسقط لك الموضوع من الاهلي. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، كمل يا بكار، كمل ويسجل ويسجل، ولا ده محمود عاصم حماد، لكن في قرار هنا، في قرار هنا، محمود عاصم حماد، هنشوف الحكام هم الاثنين بيتشاوروا مع بعض تاني، الحكام بيتشاوروا مع بعض تاني، هنشوف في قرار هيتاخد لسه واقع محمود عاصم حماد، ان شاء الله يكون سليم. وكارت احمر، كارت احمر للمرة التانية لرقم 95 عبد الرحيم بن عابد، اهو عبد الرحيم، يبقى هنا في كارتين طلعوا، استبعاد اتحاد ليبيا، واحد لاحمد ابراهيم والتاني لعبد الرحيم بن عبيد، وعاصم حماد ان شاء الله يكون سليم ويقوم. محمود عاصم حماد رقم 11 لسه اللعب واقف، يمكن زي ما قلت لحضراتكم الاهلي بيدخل اللقاء ده متحفز ب وحامل اختام بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس رقم 33، عشان كده داخل، وان شاء الله يبقى حامل اختام بطولة 34 الاخرى. وادي في الصورة قدام حضراتكم محمود زكي والمدرب العام كابتن محمد عادل، ان شاء الله نطمن على محمود عاصم حماد. وادي جمهور الاهلي اللي قلت لحضراتكم النهارده قسم نفسه نصين، مجموعة مع بتروجيت والاهلي اللي قدر يفوز فيها 2-1، والمجموعة التانية مع الاهلي واتحاد ليبيا اللي حتى الان متقدم الاهلي 17-5. لسه محمود عاصم حماد، وادي كابتن عاصم حماد طبعا دخل يطمن، هو بيطمن مش كابن، طب يطمن كمدير فني على لعيبته. ولسه الهجمة، وادي جمهور الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، ان شاء الله نطمن عليه. ادي في الصورة تاني اهي بتتعاد قدام حضراتكم، هو دفع كده من الخلف وهو بيجري اختل توازنه، اخبط في العارضة، خبط في سن العارضة، ان شاء الله يكون سليم. ادي تاني اهو بنعيدها قدام حضراتكم، اتخبط ظهره في سن العارضة، وادي جمهور الاهلي هيتنقل كده محمود عاصم حماد خارج الملعب عشان يتم علاجه. وادي كابتن عاصم حماد اهو بيطمن عليهم، هياخدوا من اقرب مسافة على طول. طبعا اذكر حضراتكم ان في الدورة المجمعة الأخيرة هي الدورة المجمعة الثانية، تلعب بعد إن شاء الله 4 أيام مع بداية شهر 5 إن شاء الله، دورة المجمعة الثانية اللي بيتصدر الأهلي البطولة فيها حتى الآن. آدي محمود عاصم حماد إن شاء الله يكون سليم ونطمن عليه قبل نهاية اللقاء. وآدي حارس المرمى الاتحاد ليبيا ربيع مرجيل، لسه مع حضراتكم. وادي ايه المدير الفني لاتحاد ليبيا، وهنا بيتشاوروا مع الاتحاد الافريقي عايزين ياخدوه على بره على طول على اقرب مستشفى بره، لكن لسه الاتحاد بيتشاوروا مع المراقب الافريقي، هو موجود في الصوره قدام حضراتكم.
بيتشاوروا معايا اهو. وعلى طول الجهاز الطبي للنادي الاهلي بياخده اهو على بره، ان شاء الله نطمن عليه وهنستكمل اللقاء مع حضراتكم. تقريبا كده بنلعب في الدقيقه 7 و12 و17، 5 للنادي الاهلي. ادي محمود عاصم حماد خرج، وادي عاصم حماد تعبيراته طبعا، ويبقى ضغط المباراه وضغط اللاعب بتاعه وابنه اللي خرج، والهجمه لاتحاد ليبيا اللي بيلعب 4 في الصوره قدام حضراتكم. تمريرات بالعرض، هات وخد من الخط الخلفي على طول، رقم 30 محمد معز، تاني هات وخد، يحاول يمرر ويطول زمن الهجمه شويه، يمكن ترجع تاني العموره لمحمد معز، يقابله الدفاع الاهلي، يرجع لورا لحارس المرمى، تاني لمحمد معز، هات وخد مع عموره ويصوب لكن خارج الملعب، يشيلها هادي رفعت، تبقى الهجمه اهلاويه. نزل بكار وادي في الصورة قدام حضراتكم، أحمد حسام ميدو جنب منه على طول، محمود زكي، زكي وميدو باك اليمين والجناح اليمين، عبد الوارث في النص، ميدو يحاول يعدي يقابله دفاع ليبيا لكن ياخد فاول، يطلع تاني أحمد عبد الرحمن من على الدايرة يلعب، هات وخد من الخط الخلفي على الدايرة، وفي فاول على الاهلي، فاول على احمد ابراهيم، تتنقل الهجمه لاتحاد ليبيا. ربيع مرجيلي يلعب حارس المرمى على مهله، قلت لحضراتكم هيحاول يطولوا زمن الهجمه شويه، بدا يدفع برقم 93 محمود عبد الملك في الجناح الشمال، في النص موجود دلوقتي لسه زي ما هو حسين همام، باك الشمال موجود محمد معز، في اليمين عموره، ادي على طول محمود عبد الملك استلم، طلع على طول وتصويبه من الجناح ويسجل، بيخش من الجناح حسين همام ويسجل الهدف السادس اهو، حسين همام بيخش ويسجل الهدف السادس. 17-6 التقدم اهلاوي، تقريبا كده بنلعب في الدقيقه 9 من زمن الشوط الثاني. تمريرات هات وخد عبد الوارث لمحمود زكي، زكي يعدي، زكي يكمل، زكي ويسجل ولا ايه؟ لا تصويبه خارج الملعب، تصويبه وخارج الملعب، رميه مرمى، رميه مرمى لاتحاد ليبيا اتلعبت على طول. عموره يستلم، طلع كورته عند محمد معز في النص زي ما قلنا حضراتكم، حسين همام يصنع الالعاب، محمد معز في الباك الشمال، عموره في الباك اليمين، جاري من غير كوره واستلام لمحمود عبد الملك، تاني لمحمد معز، لعموره يستلم تاني يرجع بكورته، والحمد لله كده بنطمن من الملعب على محمود عاصم حماد بصحة جيدة، وهيرجع لدكة البدلاء. الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا محمود يا عاصم. وعلى طول الكرة بتتلعب تاني من الخط الخلفي لاتحاد ليبيا، تمرير واستلام كتير، توصل للنص، حسين همام يحاول يعدي عمورة لكن على طول على طول يقابله على طول الدفاع الأهلاوي أهو، على طول بيقابله احمد عبد الرحمن، يمنع الكوره، تاني يحاول يعدي كان مقفول، قلت لحضراتكم النص مقفول تماما على لاعبي اتحاد ليبيا. وادي احمد عبد الرحمن اعتقد مديله دقيقتين تقريبا، دقيقتين فعلا على احمد عبد الرحمن من الاهلي. يبدا الاهلي يلعب 5 افراد، وعدينا الدقيقة 10،
وتاني التمريرات من بره، هات وخد من الخط الخلفي، حاول يصوب لكن على طول الدفاع مقفول، ترجع تاني لحسين همام يسجل ويصوب حلو والله، يصوب حلو والله خارج الملعب. محمد معز، محمد معز بيصوب الدقيقة 11 بيصوب كورة لكن خارج الملعب رمية مرمى. 11 دقيقة مشاهدينا الكرام، تقدم أهلاوي 17-6. تاني هات وخد من الخط الخلفي، عبد الوارث زكي طلع الكرة البكار توصل عند أحمد حسام ميدو، هات وخد يطلع على طول لمصطفى خليل، يصوب يسجل، يصوب ويسجل عبد الوارث الهدف ال 18. ادي عبد الوارث، بصوا التصويبه والهدف الجميل. 18-6 18-6. وادي الثاني بيحاول يشوط لكن خارج الملعب، وقف في الملعب دلوقتي حارس المرمى محمد عصام، وتايم اوت كده وقت مستقطع بيطلبوا المدير الفني لاتحاد ليبيا. احنا بنلعب تقريبا كده في الدقيقه ال 12، فبالتالي هو بدا يشوف ايه السيارات اللي موجوده. هادي رفعت خرج نزل مكانه عصام، فبالتالي هيشوف بقى عصام ازاي يصوب عليه، لكن طبعا هو ما يعرفش او كان ما اتفرجش على عصام. احنا نقول له عصام من لعيبه المنتخب الممتازين، لسه شاب صغير، هو لسه 96 وهتشوفه على الطبيعه دلوقتي. لكن اتحاد ليبيا طبعا بيفكر كده في الحلول، يخترق ازاي دفاعات النادي الاهلي اللي مقفوله تماما من الوسط. ده تفكير النهارده المدير الفني او دلوقتي ناصر العجمي ومعاه معز بن محفوظ. وادي هجمات الاهلي المتتاليه اللي سجل منها الاهداف الجميله، وادي ايضا اهداف فريق اتحاد ليبيا. انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراه ونشوف ونتابع يا ترى ناصر العجمي قال لهم ايه. لسه الهجمه اتحاد ليبيا على طول، حسين همام في النص، تغيير في مراكز اللاعبين، ادي الاستلام، التصويبه زي ما توقعنا لكن محمد عصام موجود، محمد عصام موجود. ادي في الصوره قدام حضراتكم، اذا كان هادي خرج فمحمد عصام موجود. تاني الكوره واطمنا على محمود عاصم، الحمد لله موجود على دكه البدلاء سليم، ان شاء الله الكاميرا هتجيبه لنا قريب. تاني الكوره احمد حسام ميدو، عبد الوارث على طول لزكي، يطلع بكار يستلم، تقاطع كويس قوي من ميدو، توصل لزكي، هيعدي زكي، سقط على الدايره لكن مقفوله. وادي جمهور الاهلي ولا الافريقي ده؟ لا اعتقد ده مصريه، اعتقد ان دي مصريه. تاني زكي، عبد الوارث هات وخد، شرط اللعب السلبي، عبد الوارث يشوط لكن يشيل حارس المرمى. اتلعبت على طول سريعه لاتحاد ليبيا اللي بيكمل كورته، بيحاول يعدي كده، توصل ل 45 خير الدين الحسن، اول وجود ليه كده خير الدين الحسن في النص على طول موجود. ده محمد معز لخير اللي صوب التصويبه اللي كانت خارج الملعب وجاري من غير كره لعموره، لمعز، لعموره الثاني، يقابل دفاع الاهلي ودقيقتين، دقيقتين على احمد حسام. ميدو ياخد دقيقتين، وادي جمهور الاهلي بيشجعه. والدقيقه ال 14 دلوقتي والجمهور الاهلي بيشجع على الطريق الافريقيه. 14 دقيقه مشاهدينا الكرام، 18 الاهلي 6 اتحاد ليبيا، وتصويبه من الجناح ويسجل من الجناح، بيخش والله خير الدين الحسن اهو رقم 45 بيخش ويسجل في العارضه وتخش. الهدف السابع لاتحاد ليبيا، 18-7. هجمة أهلاوية، زكي، عبد الوارث هات وخد من الخط الخلفي عند مصطفى خليل، توصل لبكار يطلع من على الدايرة، أحمد إبراهيم يستلم تاني، عبد الوارث يكمل،
يشوط لكن يشيلها حارس المرمى ويلمها والله ويلمها على طول من على الدايره احمد عبد الرحمن ويسجل. احمد عبد الرحمن اهو بيلمها من على الدايره ويسجل الهدف ال 19. 19-7 عدينا كده الدقيقه ال 15 من زمن الشوط الثاني و15 دقيقه تفصلنا عن حمل الكاس للمره الثانيه على التوالي. وادي اتحاد ليبيا بيخش كده من الجناح اعتقد الحور 66 مظبوط ربيع الحور بيخش من الجناح ويسجل هدف الثامن. وادي زي ما قلت لحضراتكم على الطريق الافريقيه بيسابيع حمس الاهلي لاعبيه هجمه اهلاويه عبد الوارث لزكي لعبد الوارث تاني مصطفى خليل يرجع من على الدايره يستلم احمد ابراهيم يطلع بكار يسيبها لمصطفى خليل لزكي لعبد الوارث وجاري من غير كوره تقاطع على الدايره كويس قوي وتفتح الزاويه التصويب لزكي لكن ياخد فاول زكي ياخد فاول زكي محمود زكي اكتمل النادي الاهلي زكي هات وخد لعبد الوارث على طول يطلع ميدو والتصويبه لكن يشيلها حارس المرمى يبقى فاول لنادي اتحاد ليبيا. يلعب على طول ربيع مرجيل يطلع عبد الوارث وينزل باجيو تاني اتحاد ليبيا يرجع تاني حسين همامي كصانع العاب ولا في النص دلوقتي محمد معز حسين همامي اللي معاه الكره دلوقتي في الباك الشمال وعموره في اليمين يطلع من على الدايره يستلم محمود عبد الملك كان ترجع تاني لمعز ويحاول يصوب لكن على طول عصام يشيلها في صفاره وفاول فاول اتحاد ليبيا على طول يلعب محمود عبد الملك يحاول كده يستلم وهو بيجري ويحاول يشوط لكن ياخد فاول تاني رميه حره ناحيه الباك اليمين ليه رقم 30 محمد معز اللي دلوقتي بيلعب كصانع العاب. وادي لعيبه اتحاد ليبيا 45 بيستلم وبيجري خير الدين الحسن تاني لمعز بيحاول يعمل له تحجيز على الدايره لكن ترجع تاني لمعز ومقفوله مقفوله الحور والله الجناح اليمين بيخش كده عشان يتحجز له لكن ياخد فاول فاول لاتحاد ليبيا وشرط اللعب السلبي وانتهت الهجمه على طول للاهلي وبكار ويسجل ويسجل بكار 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 يسجل الهدف العشرين. ادي احمد عبد الرحمن بيديله كوره على طول يعدي ويسجل بكار الهدف العشرين للاهلي 20-8 الدقيقه 18 من زمن الشوط الثاني. تمريرات بعرض الملعب هات وخد من الخط الخلفي محمد معز اتنقل في النص حسين همام ويطلع من على الدايره يستلم محمود عبد الملك ترجع تاني لعموره او يسقط على الدايره كان فاول ورميه حره في دقيقتين على حسام ميدو احمد حسام دقيقتين ناقص عدد كتير قوي في الشوط التاني للاهلي. تاني الهجمه بتتلعب تمريرات بعرض الملعب يحاول كده يعمل سلسله وخرخله في دفاع الاهلي لكن مقفوله وهدف الهدف التاسع الهدف التاسع طبعا كتر الاستبعاد ده على اساس ان هم بيدافعوا جامد رجاله في الدفاع. وادي على طول البوكس اللي واخده لاعب الاهلي اعتقد ده مصطفى خليل تاني الهجمه لسه الزكي طلع الكوره ولا مصطفى خليل في الملعب عايزين نشوف بقى مين اللي واخد البوكس بره احمد حسام ميدو هو اللي واخد الدقيقتين واخد البوكس. تاني الكوره بتتلعب لكن توصل لحارس مرمى اتحاد ليبيا اتلعبت الكوره سريعه يحاول يعدي من النص ويسجل يحاول يعدي من النص ويسجل محمد معز
النص ده كان مقفول تماما، بدأوا يشتغلوا اهو. اتحاد ليبيا وصلوا ل10 اهداف، يعني مسجلين في الشوط الثاني حتى الان 6 اهداف. ادي النتيجه قدام حضراتكم، الدقيقه 19 و10 20. هجمه للاهلي، مصطفى خلاع الدايره حلوه، لوحده خالص احمد حسام يسجل الهدف ال21. احمد حسام بياخد تمريره من مصطفى خليل، ولا اروع ولا اجمل، ولوحده خالص يلف ويسجل هدف ال21. 21-10. هجمه لاتحاد ليبيا، رقم 7 ايهاب، اول ظهور لايهاب، والتصويبه لكن خارج الملعب، رميه مرمى ولا ايه؟ هحسبها فاول من بره التسعة امتار اهي. اتلعب ايهاب، اول ظهور لايهاب لاعب اتحاد ليبيا، يطلع الكره سريعه لمحمود عبد الملك، لايهاب تاني يحاول يعدي، لكن تطلع كره تصويره حلوه وتيجي في الدفاع الاهلاوي، تبقى رامي الجانب، تصويبه والله من محمد معز، رامي الجانب لاتحاد ليبيا، ورامية مرمى أهلاوية على طول، تتلعب الكرة السريعة، زكي كمل ويصوب ويسجل الهدف ال22. 22 بيخش والله على طول، عبد الوارث يسجل هدف ال22. 22-10 والدقيقة ال22 من زمن الشوط الثاني. هاتوا خد من الخط الخلفي، ايهاب طلع لمعز ولا ايه؟ لا طلع طاحي باك اليمين لايهاب تاني، اللي بيصعد على الدايره ياخدها باجي، وفي فاول وصفاره كده على النادي الاهلي. وادي الجمهور اللي كتر بعد مباراه الكوره، لسه الهجمه لاتحاد ليبيا وتصويبه، لكن 4 خطوات تبقى فاول للاهلي. هجمه الاهلاويه على مهله، محمود فايز نعيم على طول لزكي لعمر حجاج، هات وخد من الخط الخلفي، بكر طلع الكوره لزكي لحجاج، تبديل في المراكز اللاعبين تاني، هات وخد، يبقى كده في حاجه يتفق عليها اثناء الهجمه. والتصويبه من الجناح يلعبها والله على طول احمد عبد الرحمن، راح خد مركز الجناح بعد ما عبد الوارث قطع عليه الداخل، يستلم على طول احمد عبد الرحمن ويسجل الهدف ال23. 23-10، هات وخد من الخط الخلفي لاتحاد ليبيا، ايهاب مع محمد معز، ترجع تاني لايهاب يحاول يعدي، زيادة عددية على الدايرة، معز يستلم وهو بيجري الحور، ترجع التاني يحاول يعدي لكن مقفولة، مقفولة زاوية التصويب عليه، مقفول زاوية التصويب عليه، لكن فاول واخده اتحاد ليبيا. في صفارة كده، حكم هيغير الكورة ولا ايه؟ تقريبا كده هيغير الكورة، فيها لازق شوية فعلا، لكن مفيش حاجة. وادي الجمهور الاهلي المتواجد في صالة الامير عبد الله القيصر، الكل بيشجع والكل فرحان، والهجمه اهلاويه، هجمه اتحاد ليبيا، واشاره اللعب السلبي، فاول على الاهلي، لسه اشاره اللعب السلبي مرفوعه، يحاول يعدي محمد معز لكن على طول بيقابله باجيو وابراهيم المصري، ياخد فاول اتحاد ليبيا، والدقيقه 23 و23-10. وادي لسه شرط اللعب المرفوع عليه مش عارف، وانتهت الهجمه على طول، تبقى الهجمه اهلاويه، باجي على طول احمد حسام، وادي جمهور الاهلي زي ما قلت لحضراتكم بدا يتدافع بعد لقاء الكوره، على مهله خالص زكي لحجاج لزكي، هات وخد، طلع عند
هات وخد تاني عبد الوارث، ترجع بيرجع من على الدايره عبد الوارث، هو 4 2 على الدايره ليه زكي، ويسجل زكي، ويسجل زكي محمود زكي، قطع كده عبد الوارث، بقت 4 2 على الدايره، اتفتح زاويه التصويب، يسجل محمود زكي الهدف ال 24 24 10 و 25 دقيقة، ودقيقة بداية الدقيقة ال 25 ولسه الهجمة لاتحاد ليبيا، يحاول يعدي إيهاب على طول، يستلم لخير الدين الحسن، ياخد فاول خير الدين اللي في الصورة قدام حضراتكم أهو رقم 45 خير الدين، طلع على طول ل 30 محمد معز، لسبعة إيهاب، تمريرات بالعرض، بدأ زكي يطلع من بره يقابل، لسه الهجمة مع اتحاد ليبيا، اللي هيحاول يصوب ويسجل، يصوب ويسجل الهدف ال 11 إيهاب، أدي الحور إداله الكورة ولا الحور اللي مسجل، والله الحور اللي مسجل الهدف، هجمة أهلاوية 24 11 زكي لمصطفى خليل لعبد الوارث لزكي، يطلع الكرة على طول، يغير مراكز وتبديل في الأماكن، توصل ليه عمر حجاج، يطلع ليه مصطفى خليل لزكي، وادي على الدايرة بيحاول تسقط لكن مقطوعة، تبقى الهجمة لاتحاد ليبيا، أحمد عبد الرحمن يحاول كده الحور في الجناح لاتحاد ليبيا، يلعب كرة على الدايرة لكن مقفول زاوية التصويب معاه، النص مقفول تماما، وادي كابتن عاصم حماد في الصوره قدام حضراتكم، محمد معز، ايهاب في النص، يطلع من على الدايره يستلم، لاعب اتحاد ليبيا محمد عون رقم 10، وفاول للاهلي، رايح عبد الوارث للكوره، والدقيقة 25 ادي الكرة ايه الحور كان قاطعها لكن فاول للاهلي، على طول يلعب عمر حجاج لمحمود زكي، هات وخد من الخط الخلفي، عبد الوارث هيجري من الجناح، يستلم عبد الوارث لزكي، وفاول على الاهلي، وعلى طول الجمهور معانا اول باول، والهجمة لاتحاد ليبيا اللي بيسقط في الجناح عند الحور، سقط على الدايره يستلم، يحاول يرجع الكوره عند محمد معز اللي بيكمل، ومحمد عصام يشيل، وللمره الثانيه، وللمره الثانيه محمد عصام يشيلها، ادي محمد عصام بيشيل الاولى اهو، وادي الثانيه اهي، ب 24 11 وادي محمد عصام في الصوره قدام حضراتكم، هجمه اهلاويه، هات وخد من الخط الخلفي بين زكي وحجاج، يطلع احمد عبد الرحمن يلعب، تطلع لعبد الوارث، ترجع تاني لزكي، يصوب ويسجل، ويصوب محمود زكي ويسجل، يصوب محمود زكي تصويبه ولا اروع، من تحت كده من الثبات يسجل محمود زكي الهدف ال 25 25 11 وادي الدقيقة 27 الدقيقة بداية الدقيقة 28 خلاص اهي، والتقدم اهلاوي 25 11 وبداية الدقيقة 28، تمريرات من الخط الخلفي اتحاد ليبيا، يطلع زكي يحاول يقطع بره الملعب، رمي الجانب للاهلي، رمي الجانب اهلاوية، اتلعبت الكورة على مهله احمد عبد الرحمن لمصطفى خليل لعبد الوارث اللي خد الجناح الشمال دلوقتي، زكي لحجاج على طول، لزكي لحجاج في اليمين، تمريرات من الخط الخلفي، هات وخد لزكي، يطلع احمد عبد الرحمن من على الدايره يلعب، ترجع تاني لمحمود فايز نعيم، بيصعد على الدايره التاني يستلم، ياخد فاول احمد عبد الرحمن،
فاول اهلاوي، فاول للاهلي على طول. زكي يعدي، زكي يصوب، زكي لكن خارج الملعب، رميه مرمى وداخلين على الدقيقه الاخيره و25 11 ونقول الف مليون مبروك للاهلاويه. وعلى الدائره الثانيه اتحاد ليبيا، لكن فاول ياخدوا اتحاد ليبيا عن طريق 30 محمد معز. الف مبروك، الف مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك للجهاز الفني والاداري واللاعبين، الف مبروك لجميع العاملين بالنادي الاهلي. البطوله رقم 34، ابطال الكؤوس، وادي تصويبه وتسجيل للهدف عن طريق خير الدين رقم 45 بيسجل الهدف ال 12. وادي زي ما قلت لحضراتكم خلاص كده النتيجه في الصوره قدام حضراتكم 25 12، والثواني الاخيره وينتهي اللقاء، وينتهي اللقاء مشاهدينا الكرام، مشاهدي اهلي بفوز. مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لجمهوره، الف مبروك لمحبيه. مشاهدينا الكرام، شكرا لحسن المتابعه معكم، كان معكم معلق الجمهور دي مجدي حطب، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.